هنا يا. الرياضة في الرياضة. الرياضة والرياضة ندير أخطر. واحد. واحد. جوج. جوج. ثلاثة. ثلاثة. واحد. واحد. جوج. جوج. ثلاثة. عيتيني واحد جوج ثلاثة تمنى حليت نعدة ويني الرياضة مزيانة عليك جمع لك عظامك. جمع لي عظام ما لقيتهم شتين في الأرض عادي مني هكا تخربق عليا. واحد يلا. جوج ثلاثة. واحد جوج ثلاثة. ثلاثة واحد. يا شوفوا شوفوا كون عاجبنا لك هذيك بيبية ديالي شو انا غادي بكل ويلي 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 بغيت دير فينا الضحك. لعب لعب سوت شو شو واحد والله رحت لي ما عنده ودنين مالك جيتك انا حافظش الكلام غادي ما بقاش في الكلام عبد الرؤوف غادي بقات في الصوت انت راه خاصك قنطار ديال العسل باش عادي يسرح لك داك الصوت ولا شي طرحه ديال العصا باش نيت تساوى وتحيد منه تاع عسريتي وانا بعدا هذيك بيبيه ديالي عزيز عليها الغنى عاد كنبدا نغني لها كنبدا ديرها كنبدا تصب في الريش ديالها في الجناح ديالها لا مش في بلاد العوميين كحل العيون يا عبد الرؤوف علاش انت ديما كتغني نفس الاغنيه ها المنحونة ستاني تراث تراث قديم ومعمرو ما يموت وكيذكرني بزاف ديال الحوايج انا حيت انا ديك الساعه مسك كان الملحون كيغني انا كنت جامع ودق لي الناس نهار اللي كنت دق لي الناس كان الملحون ما كنتفكر عبد الرؤوف ما سمعتيش هذه اللي كتعيط شكون هي سمعتها ايوا نوض قبل ما تجي تسخسك هنا قدامي وانا ما كنبغيش نشوفك مسخسخ علاش نقول لك هاد السيد هاني بنتني لك لها خوضين دير يدك دير يدك ها هي يا ربي قول امين يا ربي يا ربي تعطيها العراف يا اوف انا يوم شرا خمس مردين الفران دعي معايا يا سير الله يخرجك خير سيد رئيس الجماعة عقلتي عليا لا مازال ما حصلت فيها الشرف شكون انت انا عبد الرؤوف صحابي كيعيطوا لي اوف اوف وعجبك هذا اوف ايوا الحي كله كيعيط لي اوف ما عرفت واش كنجيب لهم الصهد ولا كنفاجئ عليهم انا كنت شاوش 35 عام وانا شاوش دابا خرج التقاعد ما عقلتيش عليا لا لا عجب مازال ما عقلتش عليك مازال ما عقلتش عليك كنت لابس كسوه ديال الخدمه انا اللي كفحت عليك البرادات هاي طايب تحركتي خلتي دابا تحركت واحد الحركه وعطيتيها الغوت كان الغوت ديالك اسمع منين ولا اين لا عجب ما عقلتش لا ما عقلتش على هادشي ما عقلتش ودابا ما كاين باس الله يسامح الله يسامح اللي فات ما اللي فات الله يجازيك اللي فات مات ادخل يا زور اي دخلوا لي يا زور داخل غير عرفكم اش كديروا الله يسامح انا ما درتهاش بالعاني بعدا واش بعتي فيا معيار ايه قدام الشاف ديالي وحتى الشاف ديالي كان باغي فيا الخدمه ما كاين باس كما قلتي قول لي هذاك الشاف دبر لولدك داك الخطيه ديال ولدك دبر لي على الخدمه كيفاش ولدي انا رجعت لي خطيه انا ولدي خطيه اسمع الله يخليك عرفت كيف تخرج على فمك ولدي انا تخرج من احسن جامعه في امريكا وراه انت اللي كنتي كتشكي عليه وقلتي لي من لي سالم من القضيه هو عطيها الدوره عطيها غير لا وما اللي تخلقي في السطالي انا بغيت غير نعرف بعدا شكون اللي قال لك بان دخلت عند المدير وطلبت منه يخدم لي ولدي شكون عرفتي يا سيدي رئيس الجماعه الشواش هما القدمين في الحومه ديال الاداره
كل حاجه اللي بغاوها كتكون عندنا وكنعرفوها قبل ما يعرفوها الشفات ديالنا. مزيان مزيان دابا عاد فاهم. يعني انتوما كتحطوا ودنيكم على الباب باش تصنتوا ياك؟ لا 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 سير غلطتي راه 35 عام وحنا جالسين على نفس الكرسي وفي نفس البلاصه. راه كانت الهضره ديال البيروات كتجي حتى لعندنا. ايه بلا ما تصنتوا حنايا كانت كتجيب يديها برجليها حتى لعندنا حنا. وقول لي هاد المدير ديالك ما علمكش كيفاش تحترم الناس؟ الناس اللي هما احسن منك واكثر منك. اكثر مني؟ باش اكثر مني يا سيد رئيس الجماعه؟ باش راه بجوج ولا تسع شهور انا اللي نتفخ عليا ريشك. هاي 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 زعما انت بغيت تقعد معايا؟ انا اللي يا ولدي كيف لي على البصلان الله يرجع لك؟ واش باغي تخرجوا عليا؟ باش ما يجيش مرطوب مسوس. كيفاش؟ ما يجيش مرطوب مسوس. مسوس؟ لا لا مسوس لا هو باسل مالو غادي ياكلو. هاك عاد ياك عاد الدور ديال الكرا الا طاحوك ماشي هو اللي غيتفلق. ودخل في الصحه هذا سي. دخل في الصحه؟ وانت مالك؟ العماره الا طاحت ماشي انت اللي غتاكلها في ضلوعك. اسمع سي ما تحقرنيش شتي انا النصف الشفاه جريت عليهم. ايه خدموا سي خلو هربوا وكان لي مرض بالعصبيه. ايه ما تنسانيش مع بالك وهاديك على الاخر هما اللي يحتاجوني كنجيب لهم تبريكه صحيحه. هذا هضر مع شكون وشكون قالها لشكون وشكون بغى يتكلم مع شكون وشكون اللي غادي يعطي تطويره لشكون باش يبقى شكون. ايه وكان اللي يدق انا اللي كنقول له شكون. نجيب وعلى كل حال خليك على خير. تهلا واسي قبل ثاني جاك. تهلا واسي عايز اوصل من فوق السيارة. تركب من هدرتي. اسمع يا سيد الرئيس راه حتى واحد ما احسن من حد. راه كنا عليها راه كنا غندوش شبر واحد. اسعدتك فاعل الخير هادي الخير يا سيد الرئيس دير الخير تلقى الخير. راه دايم الله. والله يخليك هاد الفلسفة ديالك سير ديرها في حلاقي ولا في السوق. لا نديرها في محل مشهور نديرها في جامع الفنا. اسمع يا سيد الرئيس ها السيد رئيس الجماعة شي الفرق اللي بيني وبينك هو ستاد النقطات. انت مني خليتي طوع عليا درتي السياسه وانا مني خليت التقاعد درت الشياشه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. سير ولدي سير سير حيد الوصله ديالك الله يخليك وسير تسخر لمراتك ودير خبز للفران راه فوتي فيه الخميره. سير انا بغيت نفوت فيه الخميره تنكمل معك الهضره السيد الخميره. والله يجازيك بخير دابا انا وليت خميره ياك حيد الوصله ديالك. لا تنكمل لكن انت رئيس الجماعه. يا سيدي انا رئيس الجماعه علاش هاد السؤال؟ لا حيت الحمله الانتخابيه ديالك شحال وعدتينا غتصوب شحال من حاجه قلتي لنا غنصوبها؟ ها؟ حتى كنا كنقولوا واقيلا غيدخلنا ترانتا الدرب. ها؟ عطيتونا الفلوس وعطيتونا الصبابط واخا كل فرده من جهه. علي انا جاتني نمره 45 وحده 39 45 انا وليت كينكو. ودابا شنو بغيت؟ نجيب لك فرديل على قد رجليك ولا شنو؟ سيد الرئيس صابوا لنا محلنا صابوا لنا الحي ديالنا. شوف شو الجرده كي دايره. لا غرس لا نوار جليج مهرس طريق محفره. شوف السطوره مهرسين الزبل في كل قد. الزبل؟ ما نحن اللي قربنا الزبل. انتوما اللي ما كتحترموش الحي ديالكم وطابقين ولادكم كينتفوا في النوار في الحديقه العموميه. ربي ولادكم حيد حيد وصلوا من هنا حيد وصلوا من هنا. تنكمل عالقيتي سبع الدراري صابوا لنا الجليج. راه حنا عندنا حقنا في الجليج عندنا حقنا في الحوايج ديال الزاز ولا اللي مزيانه ليكم خايبه لينا. صابوا لنا الحي ديالنا ولا عليك حنا ندبروا مع الدراري. اسيد الرئيس راه هذه مسؤوليه ديالك. ساليتي وحيد علي الوصلة. أنا غنحيد ها الوصلة اللي كانت مصدعك. غير لما تنقول لك السيد الرئيس هاد المرة اللي كنت غادي تنتخب مرة أخرى ما تفرقوش علينا الصباط. حيد بالصباط كديرونا تحت الصباط. الله يهنيك. أنا سميتي عبد الرؤوف والناس كلها كتقول لي أوف.